بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أخوكم المهندس عبد العزيز حمزة السبكي. أحدثكم اليوم عن التطبيق العملي في دورة تحليل وعرض بيانات الأداء. تم اختيار معهد للتدريب والتعليم الأهلي. سيتم التطرق في هذا العرض لأحد المراكز الأهلية التدريبية والمرخصة من قبل الجهات الرسمية، ولتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية بنمو عدد الدورات المقدمة السنوية من خلال قياس إجمالي عدد الدورات المقدمة. من الصعب حصر جميع العوامل المؤثرة على المؤشر الرئيسي محل الدراسة اللي هو إجمالي الدورات المقدمة السنوية، لكن تم وضع بعض هذه المؤشرات والعوامل الخاص مثلا بالمادة التدريبية، والخاص بالحضور، والخاص بالمحاضر، وكذلك البيئة أو المكان المنعقد للدورة، بحيث يكون بعضها وصفية هذه المؤشرات وبعضها كمية. في هذه الشريحة تم وضع جدول البيانات والمعلومات المتوفرة في أرشيف المنعقد. أستعرض هنا أحد الجداول التكرار والرسوم درجة تكراري لبيان وصفي هو القطاع المستهدف. يوضح هذا الرسم أن تكرار أو عدد مرات عقد دورات القطاع الحكومي والخاص تقريبا متساوية، ويقل بعد ذلك هو القطاع هنا استعرضنا احتساب متوسط مؤشر أحادي لعدد حضور المتدربين للدورات مقارنة بمكان انعقادها، ونلاحظ أن المتوسط العام هو 13 شخص للدورة. في الجدول الثاني تم حساب متوسط المؤشرات مقارنة بمكان انعقاد الدورة ومدة الدورة بالأيام، ونلاحظ أن متوسط مدة الدورات هو 6، بينما في الحقيقة بعضها يصل إلى 14 يوم. هنا تم حساب مقاييس النزعة المركزية لبيان عدد كمي اللي هو بيان عدد أيام الدورة عن طريق برنامج الإكسل اللي تعلمناه في الدورة بسهولة. أوجدنا المتوسط الحسابي، أوجدنا الوسيط، المنوال، والربيع الأول والربيع الثاني. نفس الشيء هنا قمنا بحساب مقاييس التشتت لبيان عدد أيام الدورة عن طريق برنامج الإكسل، وكما نعلم أن المدى هو ما بين أعلى فترة وأقل فترة يكون المدى بينهم، التباين هو كان 10.5، الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف. في هذه الشريحة تم إيجاد معامل الارتباط بين بيانين كميين اللي هم مدة الدورة بالأيام مع عدد الحضور، أوجدناه عن طريق برنامج الإكسل. كما نعلم أنه قيمة الـ R تكون ما بين ماينس واحد وبلس واحد، وبناء عليه وحسب المعطيات نجد أن القيمة تقريبا تصل إلى 0.3، أي أنها علاقة ضعيفة طرديا. هنا أوجدنا باقي معاملات الارتباط بين كل المتغيرات الكمية، وجدناها ووضعنا الملاحظات حولها. أوجدنا عن طريق برنامج الإكسل كذلك معادلة الانحدار البسيط لعدد الحضور وسنوات خبرة المحاضر. استخدمنا هذه المعادلة للتنبؤ المستقبلي في قيم افتراضية. نستنتج من هذه المثال أن التأثر الواضح لعدد الحضور للدورة بسنوات خبرة المحاضر أو سمعة المحاضر، أي أنه كمركز أهلي لابد أن أرى أن يكون المحاضر ذو خبرة عالية ليكون هناك حضور كثيف. تم نفس الشيء حساب قيمة متوسط المجتمع بمستوى ثقة 95 كذلك عن طريق برنامج الإكسل الشهير. تم إنشاء لوحة إلكترونية، ولكن لوجود بعض الخلل تم وضعها في ملف الإكسل. وبالتوفيق، مع خالص دعواتي لكم، وشكرا لكم على استماعكم.